صباح الخير على كل مشاهدينا، اهلا بكم وحلقه الاربعاء 17 اكتوبر من زي الشمس. انا وعلي هنكون معاكم ان شاء الله كل يوم اربع وخميس وجمعه من كل اسبوع. صباح الخير يا علي. صباح الخير يا شيرين، وصباح الخير لمشاهدينا. ان شاء الله النهارده هيكون معانا الدكتور عمرو حمزاوي علشان يقدم لنا تحليل للمشهد السياسي، هيكون معانا كل يوم اربع وكل يوم خميس. كل سنة وانت طيبة شيرين. النهاردة أول أيام شهر ذي الحجة المبارك. مظبوط، النهاردة يوم تسليم كسوة الكعبة اللي إن شاء الله ترتدي الكعبة الشريفة الكسوة الجديدة يوم وقفة عرفات يوم 9 ذي الحجة. كسوة الكعبة يا علي كانت من قبل الإسلام، وهي يعني ده تقليد بالضبط، ولكن استمر في حجة الوداع. الرسول عليه الصلاة والسلام قام كسوة الكعبة، وكانت بتتم مرة في السنة في عهده وفي وقت الصحابة، وبعدين في الدولة الأموية أصبحت مرتين في السنة، في الدولة العباسية ثلاث مرات في السنة، وكانت بتخرج من الفيوم تحديدا من مصر. واستمر هذا التقليد لحد سنة 77، كانت زفة المحمل بتخرج في فرحة وفي عيد كبير جدا، بتخرج من مصر بالضبط وصولا للأراضي المقدسة في مكة المكرمة. بعد كده المملكة العربية السعودية هي اللي تولت هذا التقليد. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين مشاهدينا. النهاردة معنا فقرات كتيرة جدا مهمة، ولكن لو انتم مش قدام التلفزيون وفي أي مكان تاني تقدروا تتابعونا من خلال البث الحي والمباشر لقنوات سي بي سي على موقع يوتيوب. كمان مستنيين تواصلكم النهاردة معنا من خلال الأسئلة ومقترحاتكم على صفحة فيسبوك. معنا فقرات مهمة كتيرة، تعالوا نتابع أهم الفقرات ونرجع لكم تاني. في يوم الأربعاء زي الشمس معك في الفقرة المرورية عشان تعرف تختار طريقك بعيد عن الزحمة. استعراض لأهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم مع الكاتب الصحفي محمد السيد صالح مدير تحرير المصري اليوم. فقرة خاصة عن أزمة إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء، واعتراض الغرف التجارية على قرارات الحكومة ومدى تأثير القرار على الاقتصاد المصري. فقرة عن مبادرة مجموعة من شباب طلبة طب مستشفى قصر العيني لإنشاء بنك للدواء لتوفير الأدوية للمرضى الفقراء وتقديم العلاج لهم بأسعار مخفضة. صباح الورد. صباح الورد عليكم كلكم، وصباح الورد عليك يا شيرين وعلى مشاهدينا. زي ما شفنا من شوية، الفقرة الرئيسية معانا النهاردة هي فقرة إغلاق المحال التجارية الساعة 10 مساء. كتير من التجار بيقولوا إن هم هيبقوا متضررين، في نقاش جوه الغرف التجارية اللي هي معترضة، ولكن الحكومة مصممة بدعوة إن ده هيقلل دعم الطاقة في مصر. عايزين نعرف رأي حضراتكم، وده سؤالنا على الفيسبوك النهاردة. هل أنت مع الإغلاق المبكر في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة للمحال التجارية لترشيد وتوفير الطاقة، نعم أم لا؟ هننتظر إجاباتكم على صفحتنا في زي الشمس على الفيسبوك، وهنرجع لكم بعد الفاصل ونبدأ أولى فقراتنا المرور. انتظرونا.